تحية لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بحلقة جديدة من برنامج دونك وإلى أبرز عناوينا. هل رح ينسحب الشونفيل من بطولة لبنان؟ كأس السيدات للرياضي أم الأنترانيك؟ بداية معركة لقب الدوري بين سيدات هومنتمن والرياضي. مين أحرز لقب غرب آسيا رياضي أم بتروشيني؟ إذن هيدي هي أبرز عناوين حلقتنا لليوم، بالإضافة لأخبار عديدة خلال الحلقة منتطرق لإلها، ولكن بداية مشاهدينا أنا وياكم بدي رحب برئيس النادي الرياضي الأستاذ مازن طبارة. صباح الخير. صباح الخير إبراهيم. أول شيء بعد هالخسارة الكبيرة امبارح هارد لك بالنهائي، خسارة أمام فريق بتروشيمي، بعرف قد في صعوبة عادة إنه الظهور الإعلامي مع الألقاب أهم بكثير من إنك، إلا إذا كان في الشجاعة الكافية وهيدا أنت اللي معروف عنه. الله يخليك. هلا بتعرف أنا كنت بتمنى أجي اليوم معنا لقب، بس للأسف امبارح ما حالفنا الحظ لعدة أسباب. بالرياضة بدك تعرف تربح وبدك تعرف تخسر، إذا ما عرفت تخسر ما بتقدر تقدم لقدام، وبدك تتعلم من كل خسارة، وامبارح كانت خسارة قاسية لازم نتعلم منها كثير. حاج مازن، بداية يعني إذا بدي انطلق منا لهيدي النتيجة، صار في يعني مع الفرق الإيرانية والمنتخبات الإيرانية بكل الفئات صار في يعني هيك كأنه صار عم بصير جاب بيننا وبينهم، كأنه صاروا هن عم يتفوقوا علينا، الجمهور اللبناني صار عنده حساسية من هالموضوع، كان في امال كثير كبيره عن نادي الرياضي امبارح. هلا انا ما بوافق بهالكلام 100%، لان انت اخر مواجهات النادي الرياضي مع الفرق الايرانيه ان كانت باسيا، نحن ربحنا بتروشيمي باسيا، وربحنا السنه الماضيه كمان بغرب اسيا وقت ربحنا اللقب، يعني نحن ربحانين اسيا وغرب اسيا على الفرق الايرانيه. هن اجوا متعطشين اكثر، خسرانين الدوري تبعهم ودعموا حالهم بهدادي وبهارس. نحن للاسف ما كان يعني ما حسيت، انا عم بحكي قديش مع الفريق صار لي اكثر من 15 سنه، ما حسيت عندنا الروح الايطاليه الكافيه لنربح هيك لقب، وهذا شيء بيزعج، بلس في عامل الاصابات. هذا اللي بدي اسالك عنه، يعني اسباب الخساره في كذا سبب، يعني في عامل، انت في عامل اصابات بالفريق اجى بالوقت الغلط، فقدت شوي كيمستري، اضطرينا ننقي بالاجانب، ما اخذنا هداف يعني الجارد بوزيشن، رحنا على دونتي جرين مع كريس دانييلز لان عرفنا انه جاي هارس وهدادي، وبنفس الوقت كان التقارير الطبيه بتقول لنا انه علي حيدر ما يكون جاهز. فما حالفنا الحظ، نقينا دونتي، تعور امير، يعني صار الهدافين تبعولك منهم كتير موجودين، عم يرجعوا من إصابات، وائل تعور بأول دورة، فخسرت هدفينك كمان نفس الوقت. بتعرف أنت لما يكون لاعب عم يرجع من إصابته بعده منه 100%، حيكون في فراستريشن، حيكون في منه التركيز 100%، وفقدنا الكيمستري بالوقت الغلط. يعني برجع بقول لك هن بيستحقوا، قاتلوا، نحن في محل فرجينا عقلة خبرة، وهذا الشيء منه منيح للنادي الرياضي، انه نحن خسرنا الجيم بتاني كورتر. وقت اجت صفره غلط من الحكم، في صفرتين غلط من الحكم، طلعونا نحن من جو المباراه. وهن ضلوا ماشيين، نحن مش الحكام اللي خسرونا، مش ما انفهم غلط. عم نحكي بشكل عام. ايه فهل هون بدل ما نرجع نحن على ارضنا عم نلعب ويكون الفريق يدب على بعضه ويقاتل، ما قاتلنا كفايه، وهن فريقهم يعني مش عم بقول لك دعموا حالهم بهدادي وبمايك هاريس، يعني بنعرف كونتراتاتهم قديش كبيره، يعني هن كان جايين بدهم يعوضوا لقب اللي خسروه بلقب بطوله ايران، وعندهم مثل ما بقولوا بين هلالين طار رياضي معنا، لان نحن صرنا رابحين ثلاث مرات ورا بعض. طيب استاذ مازن، يعني هل المباريات المكثفه كمان ببطوله لبنان بنشوف بعض اللاعبين النادي الرياضي واذا مش معظمهم في حاله تعب؟ هذا شيء اكيد، انت ما تنسى لاعبينا راحوا لعبوا منتخب، وبعد المنتخب حطوا لهم جيم دغري ورا، كان وقت مشي الحكمه، حتى لو كان الماتش مش بالليفل اللي نحن كنا منتظرينه، بس اخر شيء انت كثافه المباريات
وراح كمان لعبوا بقطر عندهم كان وقتها معسكر، فلاعبينا وصلوا مرحلة كمان تعبوا واستهلكوا في إصابات. يعني هي ما بتجي انه مش من وراء هال، يعني بتعرف التعب بصير لا شعوريا انت عوامل عدة بتروح تركيزك صحيح. بتنصاب يعني في هل علي حدر كيس تاني، بس انه عم بحكي ان جنرال مثلا بتشوف جون اخر جيم كان كتير تعبان، يعني اثر عليه العدد كميه المباريات ما اثر عليه لجون. خلينا نشوف نحن وياك حاج كيف كان النهائي بطوله غرب اسيا بهالتقرير من اعداد زميلنا هشام مكي. 8 فريق بتروشيمي الإيراني من إحراز لقب بطولة آسيا بعد فوزه الكبير على النادي الرياضي بالمنارة بلقاء ما بيعكس مستوى الفريق الأصفر اللي ما كان بيومه. الرياضي حامل لقب بطولة آسيا وعلى الرغم من الخسارة إلا أنه ضمن تأهله ليدافع عن لقبه ببطولة آسيا اللي رح تصير بالصين. وإلى جانب بتروشيمي والرياضي تأهل كمان فريق سرية رامالة الفلسطيني بعد فوزه على فريق الجيش السوري. الرياضي كان فاز بمباراته الأولى على الجيش السوري بفارق 29 نقطة 95-66 وبالتانية على سرية رام الله بفارق 26 نقطة 84-68. أما الفريق الإيراني فتمكن من تسجيل انتصار ساحق على سرية رام الله بمباراته الأولى 118-59 وبالتانية بصعوبة على الجيش السوري 60-55. إذن هيدا هو واقع الفريقين بالنهائي تحديدا. مبروك لفريق بتروشيمي الإيراني وهارد لك للنادي الرياضي. حج هيدا اللقب كنتوا ناطرينه، يعني كان أسبوع منتظر للألقاب، اليوم في فينال السيدات كاس لبنان مع فريق الأنترانيك، وامبارح غياب هاللقب عن خزائن الدوري خزائن النادي، يعني خسارة بطولة عربية بطولة دبي وغرب آسيا. لا بطولة عربية منعونا نشارك فيها. صحيح. نحن ربحانين آسيا السنة، ما ننسى نحن بطل آسيا، نحن دولة الحريري. بطولة عربية منعونا نشارك فيها، يعني أخذوا الحق منا مثل ما بيقولوا. عملنا دورة دبي، عارفين حالنا قبل ما نروح ما كنا كتير منيح. كان يعني عم في إصابات، يعني عامل إصابات. في دورتين هالسنة ما توفانا فيهم، إن كان دبي وغرب آسيا. غرب آسيا كمان يلي مبلغ، يعني كمان الفريق الايراني جهز حاله بطريقه كثير قويه، يعني صح. كمان بدنا نعطي كريدت للفريق اللي الخصم مثل ما قلت لك عم بجربوا يعوضوا خسارتهم كمان معنا بالصين هالسنه اول السنه. في صار في يعني حلو انه في تنافس بيننا وبينهم. هلا ربحوا على ارضنا، هيدي شوي المزعجه، يعني شوي كثير بتقولوا. طيب هيدي صفحه وانطويت، اذا بدي ادخل ببطوله لبنان كنتوا ماشيين على السكه الصحيحه. قال احمد فران المدير الفني للنادي الرياضي انه مباراتكم مع بيروت بدكم تخلصوا منها وتركزوا على بطوله غرب اسيا، هل خسارتكم امام بيروت عكرت الاجواء عليكم؟ اكيد انا بصراحه بظن بلش هيك، يعني خسارة بيروت هي أول شيء ما كانت متوقعة، أخذت من التركيز، أخذت من التركيز جيم هون حقق علي أنا شخصيا بجيم بيروت إنه قبلت نلعب. نحن كنا بيعطين كتاب للاتحاد إنه ما بدنا نلعب قبل غرب آسيا. أوكي دقولي من الاتحاد عم يتمنوا علينا انه لازم نلعب مشان تخلص البطوله. فهون نحن قلنا انه ما بدنا نوقف بوش يطلع بعدين عذر انه النادي الرياضي عم باخر بطوله لبنان، هي بلا شيء خرباني هالموضوع. فنحن قبلنا مفترض ما نقبلها، نحن هلا لاعبين اكثر من غيرنا، وبلاس هلا خلصنا بطوله غرب اسيا حطينا ماتش الثلاثه، يعني اللي شيء منه منطقي لعبوني قبل غرب اسيا وحطوا لي ماتش دغري قبل يعني ما في نهارين رياحه. مفترض مثلا كانوا يلعبوني اربعة يلعبوني خميس احد، هلا حيلعبوني بعد غرب اسيا ثلاثه برجع يمكن للسبت، انه فيهم يلعبوا بسكجول بنهار بيدفشوا بيريحوا الفريق بصير بتبعد عنك كمان اصابات. على كل حال نحن قبلنا انه مشان مصلحه كره السله انعكس علينا بطريقه سلبيه، صار في ارهاق اكثر وخاصه على لاعبين مثل جون، يعني يعني هذا الشيء ما كان بوزيتيف لنا ابدا. وانا هون شوي بتحمل، يعني انا هذا الشيء جواتي بحسها مسؤوليتي
وما كنت لازم نقبل لأن احنا كنا طالبين هذا الموضوع. طالما عم تقول أثرت عليكم هيدي الخسارة، شو أسبابها كمان؟ أنا عم بسألك اليوم لأنك أنت مع الفريق عايش لحظة بلحظة، وشفتك بين الشوطين انتقلت قعدت رجعت، ما قدرت تعمل كنترول. أول مباراة لإلك كرئيس للنادي عم تجرب وضع المنصة، بس هيئتك كتجربة أولى مش ظابطة. هلا تحكي كله عم يسألوني هالسؤال. أنا بحب كون قريب من الفريق، أوكي؟ ما بحب قعدة المنصة، لأن قعدة المنصة بحس أنه بدك تقعد سير، ما فيك تنفعل، ما فيك تعيش مع الفريق. صح. أنا هذا مش كاركتيري، أنا بحب كون قريب من فريقي، بحب كون مع فريقي. فإيه انتقلت على الهاف عط ورا ال لقطناك يعني 100%. يعني أنا بدي أعتذر من رؤساء الأندية إنه يمكن بالمستقبل ما يشوفوني دائما حدهم، إن كان بالمنارة ولا بالملاعب اللي عم صبيفهم، لأن أنا بحب كون حد فريق، بكون حد يعني قريب من فريق. تنرجع لموضوع جيم بيروت، كمان نفس الشيء، يعني فتنا راسنا مش بماتش بيروت، يعني كنا أوريدي بحس عم نفكر بوابا، فكان هيدا الشيء سيء على الجميع. يعني لا لعبنا الجيم مثل ما لازم ينلعب، وبوابا صار ارهاق شوي من وراء هذا الجيم بالزايد مش من وراء. يعني بتعرف انت عده عوامل بتوصلك لنتيجه، مش ما فيك تحط لوم بمحل ما، في عده عوامل. برجع بقول الاساسيه، فريق لازم يقاتل، لازم ما يستخف بولا دوره، ما يحس حاله لانه انت بتعرف فريقك ربحان كل شيء، يعني ربحانين غرب اسيا، ربحان اسيا، بطوله لبنان، ففي محل ما فيهم يستهتروا يفكروا انه اي جيم نرجع منجيبه. وهذا الموضوع لازم حنرجع نحن نشتغل عليه، يعني وخاصة انت اللاعب بده يكون جاهز لما يكون، اذا جسديا منه 100% صح، ما يكون ذهنيا جاهز. بس بنفس الوقت استاذ مازن، يعني قال مدير الانشطة الرياضية بالنادي الرياضي جودة شاكر انه الحظ خلى نادي بيروت انه يربح، كمان ما فيك تاخذ الكريدت منهم لهيدي، قاتلوا الجماعة. انا برجع بقول لك انه الجماعة قاتلوا، كانوا يعني البرسنتج تبعهم على الشوتينج برسنتج تبعهم كان كثير عالي، بس انا ما فيني اشيل الكريدت منهم هن ربحوا. انا يعني هلا كل واحد عنده كاركتيره، انا ما فيني ما احترم الفريق اللي بيربحني. وهذا الشيء مثل ما قلت لك اول الحلقه، اذا ما بتعرف تخسر ما بتعرف تربح. صح. وكلنا بنتحرص بالربح، يعني انت هاشم امبارح شايفنا بالملعب، انا بعد الجيم بعد الخساره ما فيني احكي مع حدا، يعني بكون الكلمة هي الأولى يعني محرقصين، يعني ما فينا نحكي. صحيح. فبس هلأ هون اللي بدي أسألك، هلأ بعد خسارة بيروت وخسارة لقب غرب آسيا شو ممكن تعملوا؟ يعني كل هالشيء عم بصير على الإدارة الجديدة، الله يعينكم. يعني هلأ نحن إدارة جديدة، بس يعني في عناصر كتيرة اللي هي صار لها أكثر من 15 سنة مع الفريق. يعني صح. أنا صح هلأ رئيس جديد للنادي الرياضي، بس أنا آخر شيء كنت أمين السر، وكنت عضو مجلس إدارة، وكان مدير الفريق من كذا سنة، ومع صحيح. تمام الجارودي يعني آخر 5-6 سنين حتى يمكن أكثر مع بعض، كل وقت عم نشتغل على الفريق فنياً إدارياً. أنتوا عم ديروا على الأرض. إيه. فهلأ الخسارة سئيلة، الطريقة ما حلوة، علينا نعالج الأمور بأسرع وقت إن شاء الله. شو؟ ديتايات، ما هي كل شيء. عودة كوينسي دوبي أولا كان امبارح؟ لا كوينسي في محل ما الجهاز الفني ارتقى انه نروح برامون جالوي، لان كوينسي انصاب، اوكي، واجا رامون وركب بالكامستري. هلا هذا القرار بيرجع للمدرب مش للاداره. لاعبين كثير مميزين، كوينسي مميز بمحل كثير، يعني بالتهديف هذيك لاعب عنده حسنات بغير محلات، فا اتس ديسيجن. نحن لما يكونوا لبنانيتنا عد المسؤوليه، اوكي، بتصير دائما انت بدك الاجانب يكونوا راكبين مع اللبنانيه تبعونا. ازمه السله اللبنانيه بشكل عام، في اعتراضات بالجمله على استكمال البطوله، هل هي حتنتهي قبل الانتخابات النيابيه او بعد الانتخابات النيابيه؟ يعني في كثير نقاط وعلامه استفهام على هالموضوع، انتم كنادي رياضي شو موقفكم بهالنقطه؟ نحن لازم البطوله، اول شيء اكيد البطوله لازم تخلص، يعني هيدي ما فيها انه بطوله ما تخلص، لان في انفستمنت، في مصاري حاطينهم، ولصوره الباسكتبول هذا شيء كارثي. اوكي. نحن من دائما عم ندعي بطولتنا تخلص على ارض الملعب. الموضوع سكجول تعاطي فيه عاطل، يعني صرنا فتره نحن مش عم نحكي هالسنه،
صرنا سنين بنقول له من اول السنه لاخر السنه اعملوا معروف، حطوا سكادجول، كون عارفين يعني وقت انا بدي امضي كونترا مع لاعب بدي اعرف امتى بيخلص تخلص بطولتي. البلد الوحيد اللي ما بنعرف امتى بنبلش وامتى بنخلص هو لبنان. انت هلا بتروح اي فريق باوروبا بتعرف يمكن بعد سنه اما سنتين تطلع فيك تحجز تروح تحضر الجيم. هون نحن ما بنعرف بعد اسبوع جيمنا امتى، وبيدخل مليون عامل ولا خلص لازم نحط من اول السنه على الاتحاد يشتغل انه ينحط سكادجول واضح، وبيعرفوا الدورات الخارجيه للفرق يعني ما هم كثير صعبين. مش كل سنه بيطلع انه ليش عم تشاركوا بدبي اما ليه عم تشاركوا هون. في كل البطولات العالميه في بطولات بتصير خارجيه من ضمنهم دبي، من ضمنهم غرب اسيا، بطوله عربيه، بطوله اسيا ببرمجون، وبطوله سعد الدين سوري بطوله الحريري اول هي قبل الموسم. هيدي ما لها علاقه قبل الموسم. فانت مجبور كاتحاد تبلش تحط سكادجول واضح للكل. لما يكون سكادجول واضح للكل خلاص انتهت، واضح كل شيء، بتعرف كيف تمضي كونتراتاتك، تخلص بطولتك، نقطع السطر. هلا اليوم نحن كان اخر الاتحاد قرار تخلص بطولته اخر نيسان. هلا البطوله ما عم نعرف امتى بتخلص. هذا الشيء منه منيح. بلس عم نلعب امرار، مثلا نحن هلا لعبنا بنلعب بطريقه مكثفه فجاه وبعدين بتلاقيها بتمد. يعني انا كان فيني العب اربعة احد مثلا، لعبوني ثلاثة ثلاثة. يعني في شيء عم بيصير منه منطقي لإلي. هذا الشيء اللي خلى نادي شونفيل مهدد بالانسحاب بالبطوله اذا في حال ما انتهت اخر نيسان. هلا هذا الشيء انا ما بحبذ هيك تصاريح انه الانسحاب، لان اخر شيء شونفيل حاطط مبالغ كثير كبيره، يمكن هالسنه اكبر بادجت بلبنان هو عم بكون. ما بظن بده يكب البادجت تبعه بهالطريقه اخر السنه. بفهمه يحط بريشر على الاتحاد انه حطوا سكادجول واضح، بس كمان بنفس الوقت بنكون كل مسؤولين عن هيدي اللعبه كادارات. الاتحاد بتجي، الاتحادات بتجي وبتروح، بس نحن كانديه باقيين هن اساس اللعبه ونحن اللي عم نحط مصاري. خلينا نشوف هالتقرير نحن وياك حاج مازن والمشاهدين عن واقع تاخير بطوله لبنان والمواقف يلي عم تصير، وبنرجع منتابع. بعد أندية الدرجة الأولى عم تعيش هاجس إطالة بطولة لبنان إلى ما بعد الانتخابات النيابية، الشيء اللي بيزيد من الأعباء المالية عليها، وهالشيء كاد يؤدي لثورة بنادي شونفيل. بحسب المعلومات، المسؤولين عن فريق أبناء ديك المحدي كادوا ياخذوا قرار بالاستغناء عن اللاعبين الأجانب مثل ما عمل فريق الويزة، لأنه إضافة شهر على البطولة بده يزيد على الميزانية أكثر من 150 ألف دولار، وهالخطوة الأولى كانت الاستغناء عن اللاعب براندون. الشونفيل كان مصر ياخذ هالخطوه حتى لو اضطر للانسحاب من البطوله، وهو ابلغ اتحاد كره السله بهالشيء بواسطه رئيس لجنه كره السله بالنادي المتني ابراهيم منسى، يلي اعتبر انه عدم نهايه البطوله اخر نيسان امر غير مقبول. اعتراض منسى لقى تجاوب من معظم الانديه اللي رفضت تاخير البطوله، وطالبت الاتحاد بتكثيف المباريات نظرا لعدم قدرتها على تحمل اعباء جديده، وهي اللي اصلا عم تعاني من شح مالي بميزانيتها. خبير سلوي كشف لبرنامجنا انه سبب التاخير وعدم ضغط المباريات مش من الاتحاد، انما بسبب ضرورات النقل التلفزيوني، هالشيء اللي رفضه شونفيل وبقيه الانديه، يلي اعتبروا انه حل الازمه الماديه بالمرحله الحاليه اهم من اي شيء ثاني. للازمه الماليه وهيدي مشكله المشاكل، يعني هو عدم تاخير البطوله وتاخير البطوله كله ما عنده مشكله بشكل عام، ولكن اليوم الازمه الماليه وتأخير عقود اللاعبين بتعرف انت ادرى فيهم، هيدي هي المصيبه الكبيره. يعني اليوم انت عم تفتش منين بدك تجيب الدولار بوقت حتجدد شهر للعيبتك. صح، والارقام اللي عم نحكى فيها هي صح، انت هالتجديد الشهر بضر كثير بميزانيتك، ونحن الكل يعني عم نركض تنأمن البادجت تبع يعني الانديه، كل الادارات هيدي عم تكون وظيفتها بوضع منه هين منه سهل. بس من ناحيه ثانيه بطولتنا لازم نخلصها، اوكي؟ يعني ما فينا ما نخلص بطولتنا للمستقبل مش بس لهالسنه. يعني انت دائما وقت ما تخلص بطولتك بالاوضاع اللي انت فيها انت بتكون عم تقتل اللعبه. فالكل بده يكون مسؤول، والضغط لازم يصير على الاتحاد، الاتحاد بده ياخذ قرارات صارمه بموضوع سكادجول وموضوع انهاء البطوله بالطريقه الصح.
وهذا الشيء ما في يكون ينحط حسب ما عم بفهم بالتقرير انه عم ينحط بس اللوم على النائل التلفزيوني. انت عندك صلاحيات كاتحاد ما بتتخلى عن صلاحياتك. بالماضي صار في اذا متذكر معركة طويلة عريضة مشان يكون في لجنة لتدير الدرجة الأولى، وكان وقتها الكل الحديث إنه في صلاحيات اتحاد ونتخلى عن صلاحيات اتحاد. هاي من أهم الصلاحيات أنت لإلك، ما فيك تتخلى عنها، لازم ينقعد بأسرع وقت، ينحط سكجول واضح. هلا ما وقف في شيء نتخبى وراه، هلا فيهم يحطوا سكجول من هون للآخر، في شيء دورات خارجية مشي بقى. هيدا التأخير يعني ليه ما عم تنلعب المباريات؟ ليه يوم ايه يوم لا حتى كرمال الأندية وميزانيات الأندية؟ بعرف وجع الأندية وكلهم على تواصل معنا بشكل يومي، يعني هيدي المعاناة. واحد منهم نادي الشونفيل، رئيس لجنة كرة السلة بنادي الشونفيل إبراهيم نسا، صباح الخير. صباح النور. أنت معنا على الهواء أستاذ إبراهيم. أنا معك على الهواء، بحييك وبحيي ضيفك الكريم ومنبارك له بالرئاسة، ووجه تحية للأخوان الرحباني. نحن برنامج رياضي، احنا ما تكون مفكر برنامج فني. لا بوجه تحية للأخوان الرحباني لأنه كان عندهم نظرة بعيدة وقت عملوا مسرحياتهم سنة 1972، وقت عملوا ناطورة المفاتيح أكيد كانوا عم بفكروا أشعين لوين رح يوصل الاتحاد تبع كرة السلة حالياً. من سنة 72 شافوا رح يصير ناطورة المفاتيح. بس كمان أيام ما عملوها كان في زايد الخير عندهم يلي رجعت قدرت تفهم الملك وتنزله الشعب. بس اليوم مع الأسف بالاتحاد ما في زايد الخير، بركي عندنا زايد خيامة بيقدر يعمل شيء بدل زايد الخير. أوف. يعني أستاذ إبراهيم، أول شيء أنتو كنادي شونفيل يعني اعتراضكم على أنه تنتهي البطولة بنيسان؟ حبيبي أكيد، لأنه نحن ومثل ما تفضل ضيفك الكريم قال عملنا كلنا الميزانيات تبعنا أنه بتنتهي بنيسان، عاملين لحتى الكونترايات مع اللعيبة لآخر نيسان. واليوم مثلا عندك لعيبة أجانب بيوصل بيقول لك والله أنا الكونترا تبعي بآخر نيسان، عندي بكرة بأيار ارتباط مع غير نادي، شو بتعمل؟ ثانيا مثل ما كلنا بنعرف 6 أيار في الانتخابات، دونك أنا بفتكر بين أول أيار و12 أيار يعني أسبوع قبل الانتخابات أسبوع بعد الانتخابات مش واردة يصير في أي مباراة. بعدين رح نفوت على شهر رمضان الكريم، كيف بده ينعمل هالبطولات؟ تالي شغله في التحضير للمنتخب لمباراة مع الأردن. يعني أنا شايف على الحالة رح نخلص بحضيران. يعني طب والحل؟ شو حكيت مع الاتحاد؟ بعرف انك عم تتواصل مع الامين العام شرب الرزق، مع رئيس لجنه المسابقات ايدي ابي زخم، شو الجو؟ شو قالوا لك؟ بصراحه تواصلت مع ايدي ابو زخم صحيح، امين السر اخر اتصال كان انا وياه من شي اسبوع وقت ماتش الشامبيل وانسحب وانفقد الاتصال بيني وبينه. شو يعني خطه مسكر عم يعطي ولا شو؟ بالعكس ما هو ما بعرف. أو الخط مقطوع بيني وبينه يمكن. أوف. يعني أستاذ إبراهيم على أمل إنه رح نعرف رح يعني نعرف بركي. أنا كنت عم بحكي بوجود شخص معني بقضية البطولة وتكفيتها وقصة اللاعبين، عم بحكي اشياء بوزيتيف معه يعني مشان نقدر ننهي الموسم. هو اخذها بطريقة غلط ماشي الحال. على كل الاحوال نحن بنتمنى انه الامور تروح للسكه الصحيحه مثل ما قال الاستاذ مازن، والبطوله تنتهي على خير ان شاء الله. شكرا لك ولمداخلتك معنا حاج مازن. يعني في ضغط بشكل كثير كبير انه تنتهي البطوله بالوقت طبيعي. اول شيء مثل ما قال الاستاذ منسى وبتشكره على المباركه، انت في بتعمل عقود وفي لاعبين بيروحوا بدهم يلعبوا بغير في دوري يعني غير دوري. انت بتكون متفق معهم على شيء
فهذا الموضوع اساسي. وانت جاي شهر رمضان، يعني انت شهر رمضان بالصيف تقريبا، مش مثل شهر رمضان وقت عم تلعبه ان كان بالشتوي. صح، فهذا الموضوع كمان اساسي. يعني احنا بنعرف قديش يستهلك، يعني ما فيك تلعب انت برمضان بالصيف والبطوله بتفقد رونقها، يعني والبطوله بتفقد رونقها. ففي ضغط على الاتحاد، هلا لازم يجتمعوا باسرع وقت يحطوا سكادجول واضح. يمكن في ماتشات ما تنتقل على التلفزيون، ما تنتقل. اما كمان الناقل التلفزيوني بده يخلق كرينو ليقدر ينقل ماتشات الباسكتبول. وبتمنى انه يكون مش في شد حبال بين نقل التلفزيوني والاتحاد على مواضيع مادية. نحن نكون عم ندفع ثمنها كأندية، ما تخلص بطولتنا وندفع مصاري أكثر. يعني مثل ما قال أستاذ منسى، أنه أنت كلفة شهرك زيادة على الأندية الطليعة عم بيحكي بمية وخمسين ألف دولار كان عم أسمعها شو مسحة. أوكي، أما يمكن أنت قلتها على الهواء. 180 ألف دولار خبرني. فهيدي على الأندية مين بده يتحملها؟ يعني ففي كوست علينا كتير كبير. نحن الأندية مع احترامي للكل، نحن عم نمول اللعبة، نحن حاملين اللعبة. فالاتحادات أما النقل التلفزيوني أما أي شخص لازم يراعي مين اللي عم بيركض يحط مصاري بهاللعبة. الأندية ما عم تعمل مصاري، الناقل التلفزيوني يمكن في محل ما اوكي هو عم يدفع للعبه بس عم موضوع تجاري له. الاتحاد عم بياخذ تمويل الانديه، لهلا ما دفع لنا مداخيلنا، يعني مداخيل البواب بعدنا، وما في الا بيطلع لنا غرامات على غرامات على غرامات على غرامات، يعني لا بناخذ حقنا وبيطبقوا لنا القانون بحذافير حذافير حذافيره. ففي محل انت كانديه اللي انت عم تمول اللعبه اللي حامل اللعبه على كتافك، هون في اشحاف. يعني في الاداره لازم تحط بقى، هلا ما بقى عندهم عذر، اليوم ما عندهم عذر يقولوا لنا غرب اسيا غير غرب. انا لازم يكون سكجول تبعي واضح من هون لنهايه البطوله. طيب اذا اجوا حطوا المباريات كل يوم ما بتطلع كمان الصرخه؟ ما فيك تحط كمان، بدك تحترم الانديه، يعني تحترم اللاعبين. اذا بدنا نحرقها كمان انت عم تضرب اللاعبين، نحرقها للبطوله بتصير انت يعني كل ليك لازم يجتمعوا باسرع وقت. هلا فينا نحكي شوي فيني اخذ الامين العام معنا على الخط؟ اكيد اكيد. امين عام الاتحاد اللبناني لكره السله المحامي شارب الرزق فاتح خطه، يعني بالعكس. صباح الخير متر. صباح النور، كيف ابراهيم؟ الحمد لله. بنحييك وبنحيي البريزيدان، نرجع بناكد على الهواء اللي قلنا له اياه بيننا وبينه وبتلبق لك. الله يخليك الله يخليك. متر رزق، سؤال اول شيء لخير سلف. صحيح، بس نقطة بدك تعذرني ابراهيم اني ما كنت على السماع اليوم، العيلة اخذتني بقى ما كنت عم بسمع صراحة، بس انا على السماع على طول سمعتك. هلا عم طول على السماع، انا على طول على السماع. لا، لانه صديقك الاستاذ ابراهيم نسا قال الاتصالات شبه مقطوعة بينك وبينه من اسبوع. بس مش لانه ماني على السماع. اوف، يعني في شيء اكثر؟ لا، في انه كنت ضيف عنده بالشانفيل عم بحضر ماتش، و يعني صرت اعتل هم وقت روح احضر متوشي، لانه كل ما بده يطلع صفير يتحكم او شيء، يعني اخر شيء قلنا له قدام الناس وعلى التلفزيون وكذا كانت رياكسيونته ما كثير حبيتها. هذا الموضوع يجب وضع حد نهائي له، وبالمونه بالمحبه وبالاماليه وبالصداقه اللي بتربطنا بالاستاذ ابراهيم اكيد كان عندي موقف. اذا انطفت لكرامتي زي الاستاذ ابراهيم بتبطل المشكلة عندي تكون مشكلة عندي. تفضل، شو السؤال؟ يعني على أمل إنه تتحلحل هيك. هلا هو حكي اللي عنده خلاص. أنا من عندي محلحل، يعني محلول ينحل. ما بيمنع إنه رياكسيون عملتها. إذا حطيت 5000 مرة بنفس الموضوع رح أرجع أعمل هيدا. استاذ شربي، الاول شيء عم يحكوا عن كثافه المباريات، انه البطوله ما تتاخر ل 30 الشهر. بعرف قد ايه عم تعملوا جهد انت والادي الاستاذ ادي ابي زخم بهالموضوع، ولكن قد ايه في امل انه تنتهي البطوله اخر نيسان؟ قبل كل شيء المشكله الاساسيه هو العقد بيننا وبين التلفزيون يلي يلزم الاتحاد انه يوضع جدوله المباريات بالتنسيق الكامل بينه وبين التلفزيون. بس على الرغم من هذا الشيء، وانت بتعرف موقفي منه اكثر واحد، نحن اتفقنا عنا اجتماع
وهيدا لازم تكون على رأس جدول الأعمال. نحن صرخة الدوري مسموعة لنا إلى أقصى حد، تفضلك. وراح قاتل إلى يعني للآخر لعدة أسباب، واحد للأعباء المالية يلي عم تتكبدها الأندية، واثنين إنه قربنا كثير على باب الانتخابات ولازم على 2-3 لو في مباريات ما راح تنقل نخلص البطولة بأسرع وقت ممكن. أنا بدي أتشكرك المحامي شارب الرزق على هالمداخلة اللي دايما فعلا خطك متواصل في تواصل تحديدا مع هالبرنامج، وأنت بتعرف صداقتنا فيك. شكرا لك. يعني حكي على نفس الموجة اللي أنت عم تحكي عنه، اجتماع طارئ، هو رح يصير جلسة يوم الثلاثة وهيدي على أبرز جدول العمل، يعني أمر طبيعي، أمر طبيعي لأن هذه لمصلحة كرة السلة هلأ صارت. وإلى فقرة صح أم خطأ يلي الضيف بيجاوب عليها بفقط صح أم خطأ مع رئيس النادي الرياضي مازن طبارة. السؤال الأول بيقول لك: خائف من فشل تجربتك على رأس الهيئة الإدارية؟ لا. سؤال تاني بيقول لك: بطولة غرب آسيا شوهت صورة الفريق أسيويا؟ لا. ثلاثة: لم تكن راضيا عن بعض الأسماء في الإدارة الجديدة؟ أكيد لا. هاتريك هاتريك حنحكي فيهم بعد البريك. فاصل إعلاني قصير ومنرجع لمتابعة برنامج دانك. عودة لكم مشاهدينا من أجل متابعة حلقتنا لليوم مع رئيس النادي الرياضي مازن طبارة. أنا كل ما عم أقول رئيس النادي الرياضي بعمل كنترول على حالي، لأني معود رئيس النادي الرياضي هشام جارودي يلي منوجه له تحية. الله يطول. هلأ ما ذكرناه اليوم بالحلقة، هذا شيء غلط يعني. الله يطول رح نذكره جاي وقت، رح نذكره. الله يطول عمره للرئيس. يعني بالباسكتبول عطى ما حدا عطى لإلي، ودعمنا أنا وتمام واللاعبين والإداريين وكل المجلس إدارة السابق بطريقة غير طبيعية. إن شاء الله نحن نقدر نكون قد هالمسؤولية ونكمل المشوار اللي نرسم. حاج مازن، قد ايه بتشعر اليوم هيك بس تقعد مع نفسك إنه الرياضي رح يكون بطل لبنان هالسنة؟ ليك، نحن ما بنفكر بهالطريقة، يعني ما بنفكر بهالطريقة. نحن بنفكر إنه نعطي الماكسيموم. أوكي، الرياضي إذا بتعرف هلأ ما فيك تخسر، ممنوع الخسارة، بس بنفس الوقت بدك تتقبلها، بدك تضلك تقدم لحيجي نهار حتخسر. أوكي، فلما تخسر ما بدك يعني تتكسر الأمور بقلب النادي أكثر من حجمها. السوشيال ميديا للأسف عم تعطي، صارت دور سلبي بالباسكتبول. أوكي، يعني مفترض السوشيال ميديا تكون بوزيتيف. نحن اخذين السوشيال ميديا بالطريقة انا لقلي، يعني يمكن ما معي حق، بس لقلي طريقة كليا خاطئة. اذا بتربح بنصير، انا بدي احكي على صعيد الرياضي هون مش على صعيد غير اندية، بتصير انت احسن ادارة، احسن مدرب، احسن لاعب، احسن بتصير فوق. اي خسارة بتصير، اي خسارة بتصير كله عاطل، كله ممنيح، وبصير في تجريح. هون النقطة الاساسية، وانت اللاعبين اما المدربين اما الادارية بيقروا، ففي محل ما هالسوشيال ميديا عم بتضر، وكلهم بيكونوا قاعدين، صار ما قصدي شيء بس تنظير ورا الـ ورا السكرين، ما بيعرفوا الشغل اليومي شو بيكون في ديتيلز عندك هون، كيف عم يشتغل المدرب، كيف عم يشتغل اللاعبين، بشو مارقين، اصابات، امراض. الانسان جسديا بيتعب، ذهنيا بيتعب، بدك كل هالامور انت تكون عم تشتغل عليها وتعالجها. هاي المطلوب احترام هذا الشغل اللي عم بيصير، كل واحد حر برايه طبيعي يعني، بس بدون تجريح. بس في محلات انت عم تشطح. فهون على انا هون عم بوجه لجمهورنا انه وقت نربح اكيد يعني نحن كل هذا الشيء لنفرح الجمهور. بس لما يصير في خسارات مطلوب من جمهورنا يكون بظهرنا، يكون بظهر الفريق، بظهر المدرب، لان هذا اساسي للنجاح. ما فيك بس وقت تربح يكون الناس حواليك، وقت تخسر لازم يكون الناس حواليك. صح. قد يعني
شاءت الأخبار أنه ترفع أول كاس رسمي كرئيس للنادي الرياضي يمكن عن طريق بطولة السيدات إن شاء الله. كاس لبنان اليوم لقاء مهم رح يجمع النادي الرياضي بمواجهة نادي الأنترانيك. فعلا بتمنى أنه المباراة تكون نهائي كاس لبنان، أما البطولة اللي رح تبتدي الأسبوع المقبل هي بطولة الدوري. خلينا نشوف هالتقرير بين الرياضي والهومنتمن، نهائي ملتهب منتظر بين النادي الرياضي ونادي هومنتمن أنطلياس. خلينا نشوف هالتقديم عنه. بدأ الموسم الحالي بالنسبة للسيدات يرسم نهايته، واليوم رح يكون أول لقب رسمي لهالموسم بين النادي الرياضي والأنترانيك اللي رح يتواجهوا على ملعب مجمع المور لرفع كأس لبنان. الرياضي وصل للمباراة النهائية بعد فوزه على هومنتمن أنطلياس بنصف النهائي بعد التمديد لوقت إضافي، والأنترانيك تغلب على هوبس رح يحاول يستعيد أمجاده ورفع كأس لبنان بعد غياب طويل. من جهة تانية المعركة الضارية مستمرة بين الرياضي وهومنتمن أنطلياس على لقب بطولة الدوري، ويوم الأربعاء الجاي بتبلش سلسلة المباريات النهائية، واللي بيسبق خصمه بثلاث انتصارات رح يكون البطل الجديد. هومنتمن أنطلياس بده يدافع عن لقبه اللي أحرزه العام الماضي على حساب الرياضي بالذات، وهو تمكن من الفوز مرتين على الفريق الأصفر خلال الريجولر سيزن، وبيسعى ليأكد تفوقه عليه بالدوري هالموسم. الفريق البرتقالي بيعتمد على مجموعة مميزة من اللاعبات المحليات، وعلى رأسهم ساندرا نجم وناتالي سيفاجيان اللي بيتبادلوا شارة القيادة مع تألق ريبيكا عائل وفرح حركة وميغري توريسيان وليلى فارس. هومنتمن بيعتمد على اللاعبتين الأمريكية جيسيكا بريلاند والبيلاروسية يلينا لوتشينكا، والهدف إحراز اللقب للموسم الثالث على التوالي. أما الرياضي اللي ثأر من هومنتمن وأخرجه من نصف نهائي الكأس استمد المعنويات لمواجهة قوية بنهائي البطولة، وبيسعى لاستعادة اللقب ومحاولة الظفر بالثنائية في حالة مكان من التتويج بلقب الكأس اليوم. الفريق الأصفر بيعتمد على مجموعة مميزة أيضا من اللاعبات المحليات، وعلى رأسهم شيرين شريف ولما مقدم وميرامار المقداد وعايدة باخوس واللاعب الوعدي دانييل فياض. صوت الرياضي صارت أكثر قوة مع العملاقة الأمريكية إيمان ستانفورد إلى جانب مواطنتها رونيكا هوج، فهل رح يتمكن الهومنتمن من الاحتفاظ باللقب أم أنه الرياضي رح يكون له كلام تاني؟ يعني بنتمنى هالنهائي المنتظر بين هومنتمن ببطولة الدوري والرياضي ينتهي ويكون بأحلى طريقة. هيدا الشيء اللي بخبره ببطولة السيدات رح نتابعها بكل تفاصيلها، وأكيد بتمنى اليوم للنادي الرياضي ونادي أنترانيك فينال يكون يليق بالفريقين. أداء السيدات قلت بالمؤتمر الصحفي تبعك أنه رح يكون لهم دور ورح ياخذوا من وقتك وبتعطيهم الاهتمام، خاصة أنت علاقتك بنايلة وبتمام معروفة. هلا في الشغل اللي قام فيه تمام ونايلة على صعيد السيدات ما عم بياخد حقه مثل ما بيقولوا. فريق النادي الرياضي شارك بدورة أوروبية، مش دورة حتى، ليج. أول فريق عربي بيروح بشارك بهذا الليج، والأداء كان مميز. هاي وقت أنت عم تروح تشارك بليج برا بأوروبا عم تفتح البواب للنادي رياضي يتواجد اسمه أكتر وأكتر، حتى لو من بوابة السيدات عم يتواجد اسمه بأوروبا. فالتعب والشغل اللي نحط كتير كبير من تمام ومن نايرة، والله وفقهم، وإن شاء الله اليوم يعني يكون كمان يرفع الكاس إن الله راضي. يمكن ترفع كأسان إن شاء الله. خليني أخذ رئيسة لجنة كرة السلة بالنادي الرياضي نايلة علم الدين جارودي. صباح الخير نايلة. صباح الخير زهين، كيفك؟ وتحية كبيرة لمعلم نايلة. قبل اللقاء اليوم بنهائي الكاس، وانت بتعرفي قد نحن منتابع بطولة السيدات وخاصة بهالفترة الحالية، نهائي الكاس اليوم والأربعة نهائي المنتظر بالدوري بطولة لبنان مع هومنتمن، برأيك انت كيف شايف الفريق؟ أول شيء أكيد نحن يعني كل تركيزنا هو على مباراة اليوم. حتكون جيم صعبة ضد الأنترانيك، لو أنه ربحانينا 3-0 بنص نهائي بطولة لبنان، نحن عارفين أنه اليوم جيم جديد ونهار جديد وإتس وان جيم يعني، سو لازم نكون كثير مركزين. مثل ما قال كوتش إيدي كل هالجمعة لازم نحط فينال بطولة لبنان ورانا ونركز 100% على جيم اليوم. وأكيد من بعد جيم اليوم بنركز على الأربعة وال سيريز حتكون كتير حلوة كتير قوية معنا. نايلة، قادر النادي الرياضي يربح هومنتمن أنطلياس بنهائي البطولة؟ هيدي الجملة راح أكمشك عليها بعد البطولة. الرياضي قادر يربح اليوم على الأنترانيك وقادر يربح بطولة لبنان، ليش؟ أكيد فريقنا كتير منيح، فريقنا ممتاز كامل بلعباته البدنيات، أجنبنا كتير منيح السنة، عنا جهاز فني رائع يعني بقيادة إلي نصر ومروان دياب،
ومحمسين. يعني هالسنه في عطش، في هيك في رغبه كثير كبيره عن اللاعبات وعن كوتش إلي ناصر بالذات، وخلق شيء جديد هالسنه صار زمان ما شفته بالنادي الرياضي. ومبسوطه انه حيكون عندنا تشانس هالسنه ان شاء الله نقدر نربح الكاس والبطوله. أكيد نحن بنتمنى لكم التوفيق. شكرا لإليك نايلة عالم الدين جارودي مديرة فريق الرياضة. أستاذ مازن حأسألك أسئلة سريعة وتجاوبني عليها. بصندوق الاقتراع للاتحاد المقبل، يمكن بكرة يمكن بعد سنة يمكن بعد شهر، مين هو مرشح النادي الرياضي؟ هذا قرار بده يكون مجلس إدارة النادي الرياضي، يعني بنقعد نشوف مين حاب يفوت على الاتحاد. وإذا صار هلأ في اتحاد موجود وولايته ما بتخلص هلأ، فمنعرف شو بده يصير إذا في شيء بالقريب العاجل ولا لا. هذا قرار مجلس إدارة النادي الرياضي بناخده. جو همام مرشح النادي الرياضي؟ جو همام عم بيكون شخص عطل كرة السلة، في إمكانية يكون مرشح، بس بدنا نشوف شو وين رايحين، إذا في انتخابات ما في انتخابات، لأن هلأ في عنا اتحاد موجود. الرياضي قادر يوصل على نهائي بطولة لبنان؟ الرياضي بده يعمل كل شيء تيربح بطولة لبنان. برأيك مين هن الفرق الأربعة بالفاينل فور؟ أنا بشوف أكيد في هومنتمن، في شانفيل، رياضي، وهون نشوف شو وضع الحكمة، يعني لأن الحكمة فريق منيح، فما بتعرف موضوع الأجانب. بتشوف بيروت ولا الحكمة؟ عمالها كله لينكت لشو وضع الحكمة بالوقت الحالي مثل ما هني هلأ. ما هو كل يوم في ups and downs عم بكون عندهم، يعني انت فريق بيروت كمان دعم حاله وعم يلعب كتير منيح، ف 50-50. أسئلة صعبة ولا ماشي الحال؟ مش ما انه هذا يعني ما فيني توقعات. أنا مني توقعات ليلى عبد اللطيف. ايه ما هي هذه، يعني انت عم تتوقع انه آخر شيء هذا باسكتبول، ما بتعرف شو بصير فيها الرياضة، هيدي لذتها كمان. صحيح. خليني اخذ رأي نادي هومنتمن أنطلياس للسيدات، الكوتش المدرب الوطني باتريك سابا. صباح الخير باتريك. صباح النور ابراهيم، صباح النور بريجيدان مازن، مبروك مرة ثانية. صباح الخير باتريك. كوتش، بعيدا عن المنتخب ونادي بيروت، رح احصر السؤال بوصولكم لنهائي بطولة لبنان للسيدات كمدرب للفريق. يوم الأربعاء بتبتدي السلسلة النهائية. قالت نايلة النادي الرياضي متعطش لإحراز لقب الألقاب وتحديدا لقب الكاس ولقب بطولة لبنان. أنت فريقك كيف شايفه وقد ايه نسبة نجاحكم بالبطولة؟ يعني أكيد حق النادي الرياضي يكون متعطش، خاصة أنه آخر سنتين كنا نحن كمومنتمن عم نفوز باللقب. هلأ عنده اليوم مباراة الكاس، بتمنى له كل التوفيق للرياضي وللأنترانيت. والأربعة مثل ما قلت حضرتك بتبلش سيري البطولة أول جيم مع أرضنا. هيدي أنا حسب معلوماتي إنه صرنا زمان شايفين هوم كورت أدفانتج بالفاينلز. هيدي أول سنة، يمكن بعد ما بعرف كم سنة كانوا دايما رياضي مسيطرين. صح. الفريقين كتير كتير منيح عن جد، وأكيد محضرين كتير منيح للقب البطولة. يعني شو بدي اقول لك، نحن بكل السيزون كنا ما كنا خسرين ولا جيم، خسرنا مع الاوبرانيك بالجروب ستيج، ورجعنا خسرنا نص نهائي الكاس ضد الرياضي مرات كثير مثيره دبل اوفر تايم، باركنا لهم وقلنا لهم برافو. هلا غير يعني هلا سريت طويله، يعني بده يكون اللي بده حيفوز باول مباراه بده حيكون عنده اذا بدك 50% تقريبا فرصة يحرز اللقب. شكرا لك المدير الفني لنادي هومنتمن أنطلياس باتريك سابا على هالمداخلة. وإلى فقرة شو تعليقك اللي بيشوف الصورة الضيف وبيعلق عليها. الصورة الأولى بتفرجيه لرئيس النادي الرياضي على الرئيس هشام الجارودي، الرئيس التاريخي، يعني عطل مثل ما قلت لك عطل الباسكتبول كل شيء، والدعم اللي أنا أخذته منه هو اللي خليني يعني نقدر نشغل بالباسكتبول كل هالسنين الماضية من وراء الرئيس هشام. حتى استاذ مازن انت متأثر بطريقة حكيه، يعني انا عم لاحظ عليك بمطارح هيدي جمله انه اهم شيء المشاركة بالبطولات الخارجية بغض النظر اذا بتربح او بتخسر، هيدا كان هدفه. ما هيدي بتتعلم، هيدي مدرسة بتتعلم منها اخر شيء، يعني وطلعت مدرسة صح، يعني انت تضلك باللعبة بدك تحترم الكل وتحترم اللعبة. هاي الرئيس هشام كان من زمان بتعرف
مرار في كتير ناس تدفش للانسحابات. هو كان الشخص دائما يعرف يدور الزوايا ويعرف يعني يكون فيها الروح الرياضية موجودة عند الكل ويتقرب من الكل. يعني مثل ما شفنا الرئيس هشام محبوب من الكل. صورة الثانية بتفرجيه لرئيس النادي الرياضي مازن طبارة، هو صورة عائلية وبنته. هيدي بنتي الله يحمي. منشوفك كتير كمان مازن طبارة بعيدا عن النادي الرياضي، انت رجل عاطفي. هلا ايه خاصة هي منا هوني، هي برا. أكيد الله يخلي لك إياه ونتمنى لها التوفيق. الصورة الثالثة والأخيرة، مازن طبارة المدافع بقوة وبشراسة عن أحمد فران إذا أخطأ أو أصاب، هيك في إجماع. أوكي. ليه؟ أول شيء لأن مش لا إذا أنا مثلك إيه، مش لأن إذا أخطأ ما أصاب. أحمد شخص مندفع كفو، بحب النادي، ابن النادي، مشجع للنادي قبل ما يكون مدرب. اوكي يعني هيدي منك هينه تلاقي هذا الشخص يلي ما اخذ الموضوع بس بروفيشنال سايد، يعني لإله بيعيشوا هذا الموضوع كانه مشجع ما بس مدرب. واحمد شخص عمل حاله، يعني اشتغل على حاله، ما وصلت له والله مثل ما الناس بتحكي بسهوله. حتى في محل ما كنا عم نحكي على السوشيال ميديا، يعني هذا الشخص ما عم ياخذ حقه. اوكي يعني انت بظرف سنه ربحت بطوله غرب اسيا، ربحت اسيا، ربحت بطوله لبنان، بطوله الحريري، ما بعرف اذا في شيء بطوله بعد نسيتها. ربح كل شيء احمد تقريبا، ربح كل شيء، ما عم ينعطى الحق اللازم. امرار يعني اول ما بصير في اي خساره بتشوف هالسوشيال ميديا نازلة تنظير وقلة احترام. هيدا هون بصير انا المدافع، ايه بصير انا، لان انا شخص دائما وقت ما بتقبل الظلم، ايه ما بقبل الظلم، ما بقبل التجريح، ما بقبل انه ما ينعطى كل واحد حقه. هذا من احسن المدربين موجودين مش بلبنان، بالمنطقه، بعمره. يعني صحيح. انت بهذا العمر تحمل فريق مثل النادي الرياضي منا هنا، وبتعرف العقليه انت موجوده بالنادي، نحن كلنا بدنا نربح، فمشان هيك انا بكون مدافع عنه. مش هو هون موجود الا من ورا كفاءته ومن ورا كاركتره. يعني هذه تكون كمان فكره كثير مهمه، انه هذا الشخص كفو وعنده كاركتر تيعرف يدير هيك فريق. خلينا نشوف فقره بيست فيديو، شو اخترنا لكم لليوم مشاهدينا. Johnson and then he hit the three. Wow. He put him on the deck and then he hesitated. No. No. Stared at him for a few seconds. My goodness. I lost my train of thought, man. I have no clue what I was talking about. Take a look. Allow me to have it. Damn, down goes. Talking about. هيدي هي الباسكت بول، هيك منحبها وهيك منعشقها. اكيد هيدي هيك فيها، هيدي لذتها يعني. كرمال هيك ما بدك تقعد بالمنصه، مش كان هيك لنكون كلنا هيك. ايه ما بحب اقعد، يعني انت مثلا شفت الملاعب هنيك، يعني انا ما بحب اكون قاعد الا قريب من الفريق، ما بحب اكون قاعد بالمنصه بعيد، ما بحب يعني مثل ما قلت. وهذا كله دائما يعني قلت اول حلقه، هذا الشيء عم بيزعجني انا على فكره، انه عم بلش عم بقعد على المنصه، عم برجع اقعد تحت، بتكون قريب من فريقي. فهلا عم بعمل مثل ما بطرح ما عم يقعد تمام قاعد حده تحت قريب من الفريق، لان بدي يكون يعني يكون قريب من الجيم. وبنفس الوقت مثل ما قال يعني يعني انت امرار بالجيم بتكون محمس، صح؟ بيكون في يمكن في اعضاء من الاتحاد حدك، الرئيس النادي الضيف، ما بدك تعمل اي رده فعل، ما بدي اعمل اي رده فعل، ازعج حدا كمان. صحيح. استاذ مازن نحن وقتنا خلص، كلمه اخيره لك بدي اترك لك اياها بنهايه هالحلقه، وان شاء الله بركي بيكون لنا لقاء معك ثاني مع تتويج اللقب ان شاء الله. انا اول شيء بتشكرك على استضافتك لنا. نحن هلا بلشنا بالثلث الاخير من البطوله، نحط كل طاقتنا هذا الفريق يكمل على السكة الصحيحة. مطلوب من لاعبينا وإداريينا والفنيين بقلب النادي الرياضي يكونوا كلهم حاطين عينهم على اللقب. جمهورنا نحن بحاجة له، بحاجة ليكون داعمنا ويفرج دائما الصورة الصح.
بموضوع الاتحاد بطلب منهم انه مثل هلا قال الماتر انه حيجتمعوا نهار الثلاثاء ينحط سكجول واضح فير، ما بس يتاخد بعين اعتبار النقل التلفزيوني، يتاخد بعين اعتبار اللاعبين والأندية اللي حاطه كل هالمال بقلب هيدي اللعبه. وان شاء الله الله يوفقنا ويوفق الجميع، وان شاء الله اليوم يكون اول كاس لي مع كرئيس للنادي، يعني انا في القاب اخذينا بالماضي يعني احنا بس اليوم الى حيثيه خاصه اللي هن اقرب لقبين بغض النظر مين الربحان، اللي هن الرياضي بنهائي الكاس والرياضي بنهائي بطوله لبنان للسيدات. يعني قد يكون مازن طبارة ما بعرف اذا حدا عملها قبل انه يحرز لقبين، اول لقبين رسميين، فهني للسيدات، فهيدا كريدت من نايلة لك. يمكن عم تقول اهلا وسهلا بالرئيس. هلا بالرئيس. اذا مشاهدينا الكرام لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم. قبل نهاية هالحلقة بدي أتوجه بالعزاء ونعزي على الهواء مباشرة عضو الجهاز الفني لمنتخب لبنان ونادي بيروت جاد مبارك بوفاة والدته الله يرحمه، وأكيد اليوم الذكرى السنوية لرئيس لجنة الملاعب السابق باتحاد كرة السلة أندريا شيحة الله يرحمه أكيد، ونتوجه لعائلاتهم بكثير العزاء. حاج مازن أنا بدي أتشكرك مجددا. كمان أنا بدي أعزي جاد، وكمان يعني بالذكرى السنوية عائلة أندري شيحة. أندري شيحة كنا نتذكر أندري بالملاعب، يعني إن شاء الله يعني نقول العزاء الله يرحمه. وأكيد بتشكرك مجددا. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. الإعادة اليوم بعد نشرة الأخبار الليلية، والملتقى يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.